السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كراكم إن شاء الله تكونوا لبانكس. أنا معكم أبدق ستاندلي في قناة نورمال تيفي، نقدم لكم نشرة الأخبار. كثرة الأحزاب والسبب واحد، زماتي كيخموا في الشباب والشعب. هذا الحزب راه سير من روحه، رئيس الحزب راه سير من روحه المقلوع، قال لك الشباب يولي يتبعني ويصوت عليا في الانتخابات القادمة. تابوا معنا هذا الفيتيتار. شكرا بشباب، حنا ما جيناش هنا باش نتمسخروا بالشعب، ما جيناش باش نكذبوا على الشعب، ما جيناش نعطوه يتكذبه. الشعب تانا والشباب الجزائري ما راش يعني البطلة، ما راش يعني أزمة السكن. الشعب الجزائري راهو مقشرد. الشعب الجزائري راهو مقشرد، لهذا قررنا احنا باش نحو دقشريد من كل الشباب الجزائري، نحو دقشريد من كل الشباب الجزائري. كنت في الدار وبديت نخمم كيفاش راح نسمي الحزب تاعي. لما شفت وجاري للشباب قلت انه الحزب تاعي راح نسميه حزب الكيراتين، حزب الكيراتين. انا باش ما تقولوش كيما نقولوا بالعاميه يكذب علينا ولا يرطل علينا، انا راح نحارب هذه الظاهره اللي هي ظاهره قشريد. بعد ما تتخبوا عليا وعلى الحزب تاعي وديروا فيها الامان، نعهدكم نعاهدكم وربي شهد عليا بلي واحد فيكم ما يقعد مقشرد. كلكم تديروا كيراتين، كلكم تديروا كيراتين، كلكم تديروا كيراتين. شكرا شكرا اختي، شكرا شكرا زغريتها. وانا نقول لكم بلي من اليوم راح كل واحد فيكم، كل الشباب بنات ولا اولاد، راح تقولوا فر فر، يعني شعركم يولي يفرفر يفرفر. وانا كلمة الأخيرة، وباش ما نطولش عليكم ونطولش على الجمهور اللي راه يشوف فيا، بعد الانتخابات بعد ما يفوز الحزب تاعي بالمقاعد نتلاقوا عند الكوافير وشوفوا واش ندير لكم تماك. اللي بغى يدير الحرده يدير، اللي بغى يدير السيشوار يدير، اللي بغى يدير الشراط يدير، واللي بغى يليسيه يليسيه خويا. الشعر المقشرد وشعر المكريبي وقت باللومي وما جار ما بقاش، دروك على محرز. سمحوا لي شعري شويه تخبل، ندير لالاك ونجي. السلام عليكم. لأول مرة في البلاد حزب يوفي بوعده، حزب الكيراتين. كما ترون في المشاهد كل الشباب مكرتن، يعني مكرتنها، يعني داير الكيراتين. اللي شعره كان مشاطط، اللي شعره كان مقمل، اللي شعره كان بوكلي صباح فيه الكيراتين ويفرفر. لماذا؟ السؤال الذي يطرح نفسه. بعد ما صوتوا عليه الشعب الجزائري أخذ كل واحد فيهم اسمه ولقبه وداه عند كوافير ودلو الكيراتين. شعر مشوك، شعر مبلاطي، شعر مطلي، يعني مشكلة الشعر الأحرش راحت مع حزب الكيراتين. وهذا هو اللي كان خاص الشعب الجزائري والشباب الجزائري. شكرا لك وألف شكر يا حزب الكيراتين.
بون الله يعطيه الصحة، هذا حزب كيراتين. أنا كان عندي بروبليم، كنت نصلح ما عندي حتى شعرة، جا هو غرس لي واحد القمح نط لي هذه النخلة الأولى، بديت كانوا بيديني إسطنبول نخسر 50 مليون، مي أنا خسرت غير بوطيت على خونا الله يعطيه الصحة، والدروك راني قاعدة باش يديرولي بابيليس. السلام عليكم. شوفوا خوتي، هذا الإنسان إنسان صريح، صريح جدا، وتهلا فينا سيد على بالك، دوك شعرنا راهو يفرفر، شوف هكا 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 فيتوريكسو خويا. هذا الانسان انا نفوت عليه ونقعد نفوت عليه، مادام يدير لي كيراتين نورمال خويا، ولا بروشين فوا في الحمله الجديده نزيد ندير من ومن وتحيا حزب الكيراتين. يعطيه الصحة لهاد رئيس الحزب، وفى بالكلام تاعو وجابنا لهنايا ودلنا لاكيغاتين. صاري كان حرث كيما الخرثف، دوك راهو ولا رطب وليث. يعطيه الصحة ونصلاه مرة أخرى نزيدو ديرنا ثارنا حرث. بعد ما البرميل الخوا والتمر ما لبناش ورم يصدروا فيه، قررت الحكومة الجزائرية تصدير الكريتيك، لأنه الشعب الجزائري أمرين تاع كريتيك، يطير في الكريتيك مهبود على الكريتيك. تابعوا معنا هاد الفيتيتر. واش يا الاخت العزيزه، راني نشوف فيك قاعده وحدك. انا لا مانيش قاعده وحدي، تما ما لقيتش الجور تاعي تاع رجال. واش من الجور تاعك؟ انا الجور تاعي تاع رجال نحبو يكون طويل ويكون بلون لي زيو فيغ، يكون عنده فواتور، عنده دار، خدام، باباه ويماه ماكاش، ونحبو يكون عنده الباك ويكون خادم لي زابط، ويكون هذا هو الجور تاعي تاع الرجال. ما راكيش حاجه راه كاين لها حميشي، والله راه قراتني هذه. تبعني اخويا، حبيت نسقسيك برك، واش رايك في البرامج تاعنا تاع الجزائر؟ تاعش برامجك ها فيما تو انا فيما صاحبي، مشي كاع فيما صاحبي، عيب تفرجوا مع الدار، عيب. انا دي فوا ندخل الدار صاحبي من الخدمه من الشونطي جاي شويه دوش منها تكسل، ها امسي صاحبي امسي تخلها طوب عشيباني شيباني، ها الدار كومبلي صاحبي. امسي ما تعجبك انت، مليحه مع العجوز امسي مليحه. صح واش راك حاب صاحبي؟ جاني حباني صاحبي، راني كاره. شوف لو كان في هذا الوقت، يعطوني غير دقيقه نقدر بالبلاد ندير حاله صاحبي. سامحني اخويا خرج كاس كروت من هنايا، احكم الخلونه تاعك وطبق. ايا يا اخي مخنز يا اخي احمشي، احكم اللومبا تاعك وتبعني غي. احبيبي حبيت نسقسيك برك، واش رايك في المدرب الوطني رابح ماجر؟ يا تسمى جور رابح ماجر انت كيتو، مي زعما رايي انا يا خو ماجر زعما كان اونسيان بكري بورتو طالون، راك شايف مي نشوف بلي ليكيب تاعو يا خو جور تما كيفاش نقول لك، تما ليكيب راهي غير هي يا خو، جور لازم يجيب جوار جديد كيما كاين واحد جوار، جور نشوف بلي حقرينو مسكين زعما جور نورمالمون تما مصطفى تشاكر نورمالمون يعيط له مصطفى تشاكر يا خو. سامحنا مونامي بصح مصطفى تشاكر هذا ستاد. اوي ستاد، ومصطفى تشاكر ستاد يلعبوا فيه، هذاك ستاد لعب فيه ليك ناسيونال، سي بور سا ما كاليفيناش كوب دي موند يا خو. شت برنابيو يا خو، ليش انت واش من شان انت اخويا؟ انا نخدم في قناه نورمال تي في بريفي. نعم مي والله ما نقدر نشوفكم مع الشيبانيه يا اخو، قسما بالله العجوز ما نقدرش نشوفك معها يا اخو، ولا تشوف فيا العجوز نقول لك نموت عليك العجوز، وما نتزوجش العجوز ما نتزوجش، نقعد غير معاك اسكت تموت على لاشان تاعكم. السلام عليكم. باين عليك ما تفرج والو نتايا المولى.